احنا امهات اطفال توحد من جمعيه من حقين تدمج. هذه الوقفه جات من بعد واحد الوقفه اللي كنا درنا نهار 12 في شهر 10، الوقفه اللي هي كنا رفضنا فيها قرار ديال تفويج لوليداتنا اطفال توحد. هذا القرار اللي ما قبلناش وقفنا، واحد الوقفه اللي كانت يعني جات ما كانتش في يعني غير عبرنا بها بالرفض ديالنا على قرار التفويج. من بعد الوقفه توجهنا للنيابه، حنا امهات اطفال توحد كنطالبوا بجلسه ولا باجتماع مع السيده المديره الاقليميه اللي بطبيعه الحال ما جلستش معنا حيت ما مسالياش وقتها تامين. حنا غير امهات ديال اطفال توحد، جا الموظف ديالها من بعد ما تشكينا ليه وقلنا ليه ودي راه هاد الوليدات راه باش تفهموا راه ما يمكنش نديروا لهم التفويج، راه من الاحسن بلاش، الا كنا غنديروا لهم التفويج راه ما غادي يستافدوا حتى حاجه. قال لينا باللي اول حاجه كانت المحاوله ديال التشتيت ديالنا. النقطه الاولى كيقولوا لينا باللي دي وليداتكم للجمعيه الفلان فلانيه، الجمعيه الفلان فلانيه، كان وليداتنا كارت غادي يعمروا بهم المقاعد ديال الجمعيات اللي ديالهم. النقطه الثانيه كيقول لينا باللي الجمعيه وراه شادين القد والقد ديال الملايين. نضنا حنايا واحد المجموعه ديال الامهات مشينا للتعاون الوطني كنسولوا على الفلوس ديال وليداتنا لان من حقنا، كنلقاو باللي هذا الشيء كذب وافتراء. الناس المبلغ اللي شادين هو اللي عارفينه، هو اللي كيتصرف على وليداتنا، وهذا الشيء راه موثق بوثائق ودلائل اللي دلا بها السيد الرئيس الاولياء الامور كاملين. باش نرجعوا، ملي دخلنا عند السيد الموظف ديال المديره الاقليميه قلنا ليه اللي كاين، تيقول لك اودي الحل اللي غنديروا معاكم هو انكم نتوما اولياء الامور غادي ديروا واحد العريضه وغادي تسلموها للسيده المديره ديال المؤسسه وغادي تجيبها لنا السيده بدورها، وغادي نعطيكم واحد القسم مؤقت يستافدوا فيه وليداتنا باش نحققوا التباعد باش ما يتمش التفويج. قلنا الحمد لله، واخا الجمعيه كتقول لنا فوالا غادي تديو دابا وليداتكم، غادي يجي النص اليوم والنص غدا، باش لان الجمعيه خاصها دير اللي مطلوب منها في انتظار ناخذوا القسم. الوقفه كانت نهار 12 شهر 10، احنا في اواخر شهر 11 ما كاينه حتى حاجه، ولادنا احنا النص فيهم احنا كندورو بهم. من بعد السيده المديره الاقليميه تم استدعاء الجمعيه ديالنا، جا جلسوا معها السيد الرئيس وبعض الاعضاء من المكتب ديال الجمعيه، لقاو باللي الحل لهاد الوليدات هو انهم يشوفوا شي مدارس اللي يكونوا قراب وياخذوا فيهم اقسام. علاش؟ لان الاقسام اللي عندنا في المدرسه ديالنا ديال الامل اللي مغلقه، كنسطر على كلمه مغلقه، ما فارغه، ما يستافدوش منها وليدات التوحد. علاش؟ حيت هي خاصه بالتفتح الفني والانشطه والمسرح الى غير ذلك. بالله عليكم حنا في زمن كورونا غادي نسبقوا التفتح الفني اللي ما كيدارش على وليدات ديال التوحد؟ من المستهدف من هذا؟ ما عرفناش. على اي السيد الرئيس بدوره الناس ديال المكتب قاموا بالعمل ديالهم بالاتصال بعده مدارس باش يقلبوا لينا على اقسام. ما كاينش، المديرين كاملين تيقولوا بلي ما كاينش. كنلقاو بان شخص من النيابه كيسبق وكيتصل بالمدارس كاملين وكيقولوا لهم حذاري تعطيوا قسم لهذه الجمعيه. من المستهدف؟ استفهام. انا هنا تنهضر باسم المربيات المرافقات لاطفال التوحد، هذه الفئه من الاطفال اللي كتطلب منا رعايه خاصه وتاطير كبير، وخاصه اننا حنا في الجمعيه كنخدموا معاهم وفق واحد البرنامج تربوي فردي خاص بكل واحد اللي تيكونوا كاتبينه لنا الاخصائيين. هذا البرنامج اللي كيتطلب منا ساعات كبيره من العمل وتدريبات مكثفه باش نقدروا نعطيو لهذا الدري يعني تحسن كبير، ويقدر بالتالي يقدر يندمج وسط الاخران ديالو والمجتمع. الا ان هذا قرار التفويج اللي تفرض علينا هو قرار جائر على جهتين، من جهه ديال الاطفال لانه ما كيحققش لهم المواكبه اليوميه، ومن جهه ديال المربيات احنا ما يمكنناش نخدموا النصف ديال الشهر وبالتالي نتقاضوا نصف الاجر، وهذا كنحسوا به ظالم بالنسبه لنا حنايا، لان احنا عندنا ارتباطات ديالنا والتزامات وعندنا وليداتنا، الله يكون في عون الجميع. بالاضافه الى اننا حنا كنخدموا هنايا خدمه شريفه، كنمتهنوا خدمه شريفه بحالنا بحال اي واحد في مجال التربيه والتعليم، وكنسدوا واحد الخصص كبير في هذا المجال، وبالتالي كنطالبوا بظروف مواتيه ملائمه لينا ولوليداتنا اطفال التوحد.